مأمون الهضيبي. ها؟ مأمون الهضيبي. اي نعم. اشتغل تحت ادارتك يمكن 20 سنة. اي طبعا. على اسف. وبعدين يروح بعد احتلال الكويت يهاجم السعودية، ايش موقفك؟ مأمون الهضيبي تعرف هذا المملكة استقبلت كل قادة الاخوان المسلمين الهاربين من مصر والعراق وسوريا. ومع الاسف باسم الاسلام وشغل مكنتهم. من ضمنهم مأمون الهضيبي، ولد مأمون الهضيبي المرشد اللي قتل طبعا. عينوه في الداخلية في الحقوق مستشار ولا وشو؟ مستشار. عند الشباب الحقوقيين وغيره معاملات. طول لما احتل العراق الكويت قبل احتلال سنة أو أشهر أو سنة راح رجع لمصر، سمحوا له المصريين في ترتيبون معين وما يتعرضونه، هو ممنوع على طول. ارتبط بالحزب الإخوان. إيه لما احتل العراق الكويت كان ينبح علينا وعلى الخليج مثل الكلب الجائر فلن يجعر. ولما وبعد سنة سنتين من احتلال الخليج صار هو المرشد. طيب أنا في قصة الهضيبي هي ما عيب عليه، هي علينا حنا. حنا اللي جبنا ناس له سياسيين عندهم مخططات وعندهم تنظيم قوي، تنظيم عسكري وتنظيم آخر، ومكناهم في البلد. وش نتيجتها؟ نتيجتها أنه مكناهم من التعليم، مكناهم من الإعلام. حتى كان في حلقة اسمها في ظل القرآن اللي هو كتاب الهضيبي، كتاب سيد قطب. فبالتالي هذا الموضوع تم. هذا خطأنا مو بخطأ، خطأ مننا ويجب أنه نعترف حنا بخطأنا. وفيه فعلا، وكان الأمير نايف الله يرحمه سبب قاله علنا يعني إيه؟ هذا الموضوع. حنا يعني لذلك أنا ليه ألوم الهضيبي اللي جي ووسط وزارة الداخلية وعاش بكل ما فيه من سلبيات؟ ما نتكلم عن جايب سلوكيات، الله يستر عليه ويغفر له، يغفر له لا يغفر له، هذا شيء شان الله العزيز الحكيم. بس الفكرة انه الهضيبي في مثل واجد، كلهم اخذوا مواقع معينه ادوا الى تاثير على اجيال معينه عندنا كبيره. بس الحمد لله الان يعني صار فيه صحوه حقيقيه وموقف حازم انه الدين احنا رعاه الدين الاسلامي، اسلام نفسه من عندنا وحمايته ومقدساته، ما حد يجيب علينا. ذكرتك انا الصحوة، هاي جوني شباب في الوزارة قالوا الصحوة، قلت أبوك مو بصحوة، أبوهاتكم وعمامكم وخالكم اللي عاملين المساجد ما صحوا، أنتم تستخدمون ألفاظ جت من برا دول إسلامية تحتاج إلى صحوة ربما، بس إحنا هلا عاملين المساجد، وين الصح أنتم تصحونهم؟ تعال حل قصة طويلة.